مدرسة المدربين اللي بينتمي لها كابتن طارق العشري في طريقة إدارته للفريق وفي شخصيته حتى رغبته فيه إن الفريق ده يبقى يعني هو مسؤول عنه بالكامل وإن محدش في الإدارة يتدخل. شوف أنا في اتنين أثروا في حياتي للأمانة بشكل كبير جدا في مجالي في التدريب. مستر مانويل جوزيه والكابتن حلمي طولان، اتنين جاديين جدا جدا لهم مدرسة خاصة وبيحاولوا بقدر الإمكان إن هم يحافظوا على النجاح اللي وصلوا. ومحبوبين يعني والحمد لله رب العالمين الاتنين اكتسبته منهم بشكل كبير جدا. فبحاول بقدر الامكان ان احافظ على هذه الشخصيه. ده هل ده كان سبب قناعتك بما يقدمه مستر مانويل جوزيه كمدير فني وشخصيته وادائه وبصماته مع الفريق كانت سبب مطالبه الكابتن طارق العشري بانه يجري طبعاً فتره معايشه مع الفريق؟ طبعا انا كنت في ساعتها في بدايه حياتي لسه تدريبيه زي ما بيقولوا كده سنه اولى تدريب مع نادي حرس الحدود، وكان اسم مستر مانويل يعني ما شاء الله كبير وخد في السنه ديت احسن مدرب على مستوى افريقيا، وكان النادي الاهلي محتكر كل البطولات سواء الدوري او الكاس او البطولات الافريقيه. وانا اللي طلبت ان انا تكون متواجد من ضمن الجهاز ان انا اعمل فتره معايشه يمكن مش كبيره لكن استفدت منها بشكل كبير جدا جدا. كانت فترتها قد ايه؟ اسبوع مثلا؟ لا حوالي من اسبوعين لثلاث اسابيع. ما كانتش كبيره يعني، طبعا اصل هي مشكلتها ان هي جت في وسط الدوري. وان الدوري كان شغال وتوقفنا بنروح في كنت فدي كانت فتره توقف في التوقفات يعني. طب انا متذكر إيه؟ متذكر حاجات متذكر اثرت في مشوارك كمدرب طبعا متذكر طبعا يعني انا في بدايتي انا كنت بدور على ازاي اعمل طفره في فريق حرس الحدود. عشان اعمل طفره لازم اعمل طفره انا لشخصيتي لقدراتي العقليه عشان تنطبع على الفريق اللي انا بمرنه، فما طبعا ما لقيتش افضل من فريق القمه اللي هو النادي الاهلي المسيطر وافضل مدرب في افريقيا ان انا اقرب منه، وبالاضافه ان هو مدرسه اوروبيه يعني فكر اوروبي. وانا كنت في الوقت ده بحاول بقدر الامكان ان انا كنت منتهج الوحيد في مصر في ادخال طريقه 4-4-2 انا اللي كنت مع فرقتي، فكنت محتاج ان انا اكتسب العين يعني الشخصيه. وكان حرس الحدود لسه في الممتاز ولا كان الممتاز؟ لسه في الدرجه الاولى كان في الممتاز وقتها. في الممتاز. فكنت بكتسب شخصية المدرب وكيفية التعامل مع المنظومة اللي معاه الإدارية سواء الإداريين اللاعبين الجماهير الإعلام. طب ما تعجبتش من فكرة ان الطلب قوبل بالموافقة من الجهاز الفني من مستر مانويل من لجنة الكرة ومجلس الإدارة رغم ان الخبرات دي هتتنقل لمنافس في جهاز فني الفريق منافس في الدوري، لكن رحبوا بمطلبه؟ رحبوا لا يعني انا طبعا الطلب بتاعي قوبل بترحيب كبير جدا من مستر مانويل، وكان يعني سعيد انا يعني لما كنت بقعد معاه عادات شخصية فكان بيقول لي ان انا سعيد جدا جدا ان انا شايف مدرب عاوز يتعلم. وانا ذات نفسي لو لقيت حد هتعلم منه هروح له. فطبعا انا كنت سعيد جدا بالتجربه مع انها ما كانتش كبيره لكن افادتني كتير جدا جدا في مشوار. ويمكن في السنه دي اللي انا جيت فيها اتقابلت مع النادي الاهلي في دور السنه اللي احنا خدنا فيها الكاس في دور في 16 وكان الماتش في حرس الحدود في اسكندريه والحرس فاز على الاهلي. احنا قلنا كان المفروض يرفضوا الطلب اصلا يا كابتن طارق، ما ينفعش. وكنت سعيد جدا جدا يمكن كان في يعني في سابقه كان بيعملها مستر مانويل ان هو يروح للمدرب المنافس يسلم عليه، فجالي وسلم عليا. بس بقى في ود بقى في علاقات انسانيه وهو محترم رغبتك في انك وحس تتعلم ان الكورس الصغير ده نجح. ولان الولاد قدموا مباراه كبيره جدا ان التلميذ تفوق على استاذه في المباراه دي. بالظبط. طيب الفتره اللي بتقيمها وبتقول بالنتائج والاداء هي الاكثر ثراء الاغنى في مشوار الكابتن طارق كمدرب ومدير فني سواء اي تجربه لك داخل او خارج مصر، ايه انجح فتره في مشوارك؟ شوف هما فترتين طبعا في الشك، طبعا الفتره بتاعت حرس الحدود لانها فيها تسلسل في يعني فيها صبر. كان لازم اذكر الست مشير طنطاو صبر لان كانت الفرقه في مذبذبه في نتائج مذبذبه بالنجاحات واخفاقات، وهو صبر خاصه ان انا كنت داخل بطريقه 4-4-2 وفي بدايتها كانت الدفاعات مستباحه يعني كان لسه ليها مشكلاتها طبعا ليها مشكلاتها وسلبياتها كتيره جدا والفرقه كانت بتتلقى اهداف وخسارات كثيره جدا.